خير، صباح الفل لكم انتم الكل اللي خلطوا علينا توا. مازلنا معكم نحنا في البرايم تايم للعشرة امتع الصباح، ومعاذ توا في الأخبار العالمية. مش نحكي التنس اليوم وكيفاش خرج جوكوفيتش من دورة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس. على عكس العادة كما تعرف التنس مل في اللعبة، فيها برشا احترام، اللعبة كلاس كما يقولوا، معناتها ديما التنافس يكون فيه معناتها برشا روح رياضية. تعرف حتى الجمهور يصفق هكا شوية، فماش سياح، فماش فلامات تشعل، وطبيعة حتى إذا كان فما شوية حس الحكم المباراة يوقف اللعبة حتى لأن الجمهور يسكت. لعبة أكيد تطلب برشا تركيز، خاصة كرة صغيرة صفرة، معناتها يلزم برشا تركيز للعبة التنس. يمكن هذاك على الجمهور ما لازموش يلزموش يتكلم باش يخلي الملاعبية تركز، خاطر التيران كبير وطلب برشا تركيز اللعبة. تعرف في تونس برشا مغرومين بالتنس، وفي العالم أجمع مغرومين بالتنس، خاصة كتلقى دورة كبيرة جران شليم كيما لويس أوبين، كيما برشا الأربعة مع الدورات المفتوحة الكبار متاع أستراليا ولا متاع فرنسا ولا متاع بريطانيا متاع لندن. برشا ناس بارح تتفرج في جوكوفيتش. تعرف جوكوفيتش رقم واحد في العالم، معناتها مخلي بصماته. البارح كان ينافس على لقب 18 ليه في الجران شليم. تعرف العالم كل تقريبا تبع في المباراة هذه، كل شيء كان ماشي عادي. جوكوفيتش يقابل الإسباني بابلو كارينو بوستا، هذا مصنف 27 على المستوى العالم. امبارح الناس اللي تتفرج في الماتش، مسيت الاولى جوكوفيتش شفناه حسناه شوية على أعصابه كما نقولوا، كان كيضيع كرة هو ضرب راكيت هو، فعرفتك اللي مغشش حتى لجريماس وجهه، وزيد كي زلق البارح في الطرح وضرب كتفه شوية قاعد يتعالج وكل شيء. حسيناه اللي موش في نهاره جوكوفيتش، ومعروف عنده نرفوزي شوية. البارح كما قلنا اللعبة مازلت على أولها، كما نقولوا جيست متاع غضب، عرفت كي شد الكرة وضربها عكس معناتها في خارج اللعبة، ضربها وكهو معناتها وين جيت بزهر، هو تضرب جوج موجودة تقريبا صدف في حلقها، خلى الجوج تكح وكل شيء معناتها تقريبا مش نهار جملة. تعرف هو تفجع معناتها مشى يجري وطلب سماح، حدا تشوفه في سوري في الفيديو وفي الماتش حصيروا قرب طلب سماح، بعد قوموها جوج اللي متاع المباراة وكان تغزله غزرة معاد هكا ما تكحر له كما نقوله احنا، لانه في التنس ما فماش لي جيست هذم بطبيعة، حتى كي تعطي الكرة الرماسوية كان شفت يعطيها مع القاعة ما يرميه وشك بالقوية ولا حاجة. ما تلعب بتعرف فيها برشا احترام للمنافس واحترام للجمهور، وطبيعة تصرف هذا خلى حكم المباراة يخرج قرار بهزم جوكوفيتش، وطبيعة خسارة جوكوفيتش البارح وخروجه من دور الثمانية النهائي. كيف القرار اكيد ما عجبش جوكوفيتش، الشيء اللي خلاه يخرج ما عملش كونفيرونس دو بريس اللي من المفروض تتعمل يعني بعد. يعني اعتبروه معناها الرمية اللي رميها بتهور معناها. متهور بالضبط. نون ديبلاسي كما يقولوا تم تصنيفها، ولو انه ما كانش يقصد خلينا نقول، لكن بطبيعة ما عندكش الحق في التنس تعمل كيكا. جوكوفيتش بطبيعة ينسحب ويخلي يخرج من دور الثمانية النهائي. الفيدراسيون العالمية للتنس تدخل وتنحي النقاط الكل. تعرف انت كل ملاعب بتاع التنس كل ما يشارك في دورة ياخذ دي بوان تزيد له في التصنيف، باش يكون ديما كلاسي يتكلاسى بالقدا في الترتيب العالمي للتنس. معناتها كل شهر كيما مثلا أنس جابر مرة تقدم مرة تأخر، مالك الجزيري ولا غيره بالملاعبيه هذم، ديما باش يحافظ ديما على المرتبه الاولى يلزمو يجمع نقاط. على ذلك يلعب بوكو دو تورنوا، كل تورنوا ياخذ فيها النقاط 300 نقطه 20 نقطه 1000 نقطه، فهم باش يزيدهم للرصيد نتاعو وتخليه ديما متقدم في الترتيب. البارح الفيدراسيون انترناسيونال دو تنس تخرج قرار نحيلو النقاط الكل نتاع لو اس اوبن، عباره ما شاركش هذه، وتزيدوا خطيه ماليه على قدر تقريبا اللي كان باش يربحهم في الدوره هذه،
وتزيدوا خطية مالية أخرى على خاطر ما عملش الكونفيرونس دو بريس وما احترمش الصحفيين بعد بالحق مش نهار وجملة جملة جملة كلف له برشا طرح جوكوفيتش وحرم روحه خاطر من اللقب من 18 معناتها اللقب رقم 18 هذا الجراند سلام معناتها تقريبا اقل شيء باش يربح مليار مليار ونص معناتها مليون مليون ونص اورو معناتها تقريبا 4 5 مليارات بارح جوكوفيتش طار وهكاكا ريان كو على جيست ديبلاسي باش صاد الجيوش معناتها كيفاش خسر فوالا باش واحد يعرف يتحكم في تصرفاته زاد بالضبط باش يعرف ويتحكم في اعصابه لانه التنس اللعبه تحب برشا تركيز وتحب تحكم في الاعصاب وممكن زاد باش يكونوا فما قرارات اخرى لمعاقبه جوكوفيتش على الاكت هذا الديبلاسي اللي قام به. تشوف انت هكي كيف ساعة عليها ملك ساعة عليها شيطان بطبيعة كيفاش هكا في جيست بسيطة برشا راهو معناتها رمى الكرة والله معاذ توا معناها انت حسيتك بسطتها أكثر من معناها وكان المرأة صارت لها حاجة بالحق أي معناتها حتى كان مش بالعاني معناتها ما أنت ديما دافع على المرأة ليه هو في السبور يصير أي حاجة لكن في التنس سي أن بو سبيسيال هكيكا ما عندهمش الحق يتصرفوا تصرفات وهذا حتى المتابعين أنت تنسى حتى تشوف حتى لي رياكسيون كلهم لاموا جوكوفيتش على التصرف أولا يسمو احترام الحكم ثانيا احترام لي جوج واحترام المشاهدين الكل الجيستيك قام بها جوكوفيتش نبسط فيها لكن قلت معناها هو كيرماها مش نيته باش هز باش يضربها معناتها رمى الكره لكن جات ضربه خاطئه كما يقولوا تكلفت له برشا غاليه برشا تكلفت له غاليه برشا بطبيعه ويمكن القرارات المشكله القرارات الماليه حكايه فارغه قدام قرارات تاديبيه اذا كان ممكن تخرجها من الفيدراسيون دو تنيس هكا تكون انت رقم واحد في العالم وحدك تربح روحك وتخسر روحك ويمكن المنافسين ارتاحوا شويه وارتاحوا برشا تو كل الناس كل باش تولي تحلم كما هذا بابلو كارينو بوسا تقريبا ترتيبه 27 عالمين ما كانش يحلم انه باش يربح جوكوفيتش ايبا ربحوا فوالا يعطيك الصحه معاذ ميرسي بوكو نحن بعد شويه كما قلنا باش نحكيوا على تركيز نقطه مكتبيه في الحمامات